ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم من جديد. ومش عارفة يا ترى دوت تبع سيزون 1 ولا دوت سيزون 2 أصلا من البودكاست هاري وعجن ولادة الخميس. بس يعني هو مفيش وقت أحسن من كده لت وهاري وعجن غير الموجة الحارة دي يوم الخميس في الأجازة. أولا أنا ما نزلتش حلقات جديدة في البودكاست من وقت رمضان لسببين ثلاثة. أولا أنا كنت بحاول أن أعمل حاجة أكتر احترافية بتسجيل حلقات already بشكل مسلسل عن قصص معينة ممكن تبقى حلوة. تاني حاجة كان الوقت بين الشغل والحياة العامة وكده هوت. تالت حاجة علشان الكسل، اهو ابقى صريحة يعني انا جبتها لكم اهو. المهم انا ما قدرتش ان لا اهري ولا قلت ولا اعجن حول هذا العبث اللي بيحصل في مصر حول حفلة مغني الراب ترافيس سكوت. يعني هي مصر فيها عبث كتير وقديم لمرحلة ان الشاعر العراقي الشهير ابو طيب المتنبي قال فيها من معرفش كم 500,000 سنة وكان ذئب مصر من المضحكات لكنه ضحك كالبكاء، واسفه جدا على تدميري للغة العربية في الوقت الحالي. هو بالفعل ضحك كالبكاء، كوميديا سودة بمعنى الكلمة. موضوع ترافيس سكوت تحول كما لو كان فيلم من أفلام رأفت الميهي الله يرحمه. يعني لا، ده رأفت الميهي الله يرحمه لم يكن يستطيع أن يتخيل أن كل ده يحصل. أولا هنرجع خطوتين لورا لو حضرتك متعرفش ما هو موضوع ترافيس سكوت، خاصة أنه بالفعل في حاجات أهم منه في مصر، زي مثلا بصراحة يعني الوضع الاقتصادي للبلد أو انقطاع الكهرباء في وقت موجة حرة أو أزمة الأدوية المستوردة أو يعني في حاجات تانية أهم المفروض تتناقش. بس يعني هو موضوع هاري، يعني موضوع أخره بالفعل هاري ولادته عجن في بودكاست زي ده، يعني ما ياخدش حيز زي ما أخد الأيام اللي فاتوا. بس نقول إيه، ده عادتنا في مصر. دلوقتي أيها الأصدقاء، في يوم تقريبا 28 يوليو الجاي مفروض مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت هيعمل حفلة لإطلاق ألبوم الجديد المنتظر يوتوبيا عند سفح الهرم. دي أول مرة مغني أجنبي في وزن ترافيس سكوت يطلق ألبوم جديد من مصر عند سفح الهرم الأكبر في إيفنت مفروض هيتم بثه عبر الإنترنت. ما أقولكوش طبعا الفانز بتوع الراب والهيب هوب عاملين إزاي للحدث ده، مش بس في مصر لأ في العالم كله. طب مين هو ترافيس سكوت؟ اولا ترافيس سكوت او جاك بيمون وابستر دي سكند اتولد في هيوستن في ابريل 91. هو تقريبا من اشهر وانجح الرابرز في الوقت الحالي لمرحلة ان موضوع زواجه من السيدة كايلي جانر اخت كيم كارداشيان خلاص ما بقاش خبر رئيسي او خبر مهم. احنا بنتكلم على واحد انجح، يعني بصراحة هو أنجح، يعني أنا شايفة أنه ممكن نعتبره أنجح من الكارداشيانز لو على موضوع الكفاح والشغل وكده. الراجل ناجح كمغني كرابر كاتب أغاني ومنتج كمان. كارير ترافيس ابتدى من 2008، ومن 2008 لوقتنا هذا كان ليه 4 أغاني تربعوا على عرش نمرة واحد في تصنيف مجلة البيلبورد هوت 100 شارت. وفي انا على فكره هرجع لمجله البيلبورد كمان شويه، الى جانب 80 اغنيه اخرى في التصنيف بتاع المجله الشهيره. اترشح لثمان جوائز جرامي وحصل على جائزه البيلبورد ميوزك اوورد، اخذ لاتين جرامي اوورد، اخذ ام تي في ميوزك اوورد والعديد من جوائز البي اي تي هيب هوب اووردز بعد من هنا لبكره. طب هنا انا هقف لمده ثانيتين في موضوع البيلبورد علشان في خبر كده محدش أخد باله منه الأسبوع اللي فات، إن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وهي الزراع الإعلامي للمملكة والدولة السعودية أخدت لأول مرة حق الشراكة مع بيلبورد الأمريكية وأطلقوا بيلبورد أرابيا تقريبا من الأسبوع اللي فات أو اللي قبليه. وعلى فكرة لو أنت على تويتر هتلاقي التويتات بتاعت بيلبورد أرابيا نازلة سبونسرد. إن شاء الله من السنة الجاية هيبقى في تصنيف البيلبورد عربي أو العربي.
طبعا المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام زي ما قلت هي الذراع الإعلامي للمملكة، وبصراحة أنا شايف إن هي خطوة حلوة أو لعبة حلوة من المملكة. هي بتحاول تاخد الريادة الإعلامية من الإمارات، خاصة دبي اللي أصبحت أوريدي معقل لعديد من النسخ العربية لمجلات عالمية ومجلات جلاسي ماجازين زي فوج، هاربر بازار، كل النسخ العربية موجودة في دبي. هم ابتدوا ياخدوا منهم الريادة دي. ونرجع تاني لترافيس سكوت وأسف القطع دي. طبعا لما بنتكلم على هيب هوب وراب أمريكي لبلاك أفريكان أمريكان من هيوستن تكساس، واخد جوائز عديدة، لازم تتوقع ان الليركس بتاعته اللي هي من اهم الاجزاء في الهيب هوب والراب هتبقى بلس 18 للكبار فقط. طبعا هو محدش بيتكلم في مصر مثلا الاعتراض على كلمات اغاني او كده، بس هو ترافيس سكوت زي اي رابر في امريكا، وامريكا هي طبعا مهد الهيب هوب والراب، اغاني كلماته بلس 18 متعلقة بالجنس والعنف والمخدرات. بس نخلي بالنا بقى هنا حاجة، فن الهيب هوب والراب اوريدي ابن منطقته وابن المجتمع بتاعه، زي بالظبط اغاني المهرجانات. مش بتكلم لما اغاني المهرجانات في وقتنا الحالي، لا، القديمة، الاجيال اللي هي ابتدت المهرجانات من 10 سنين مثلا زمان، كانت كلها عن جنس وعن مخدرات وعن بلا ازرق وعن عنف. مغنيين الراب في امريكا معظمهم ايوه من الافارقه السود، بيعانوا من تهميش في المجتمع، بيعانوا من مشاكل الفقر، من مشاكل المخدرات، من مشاكل اللي هي الجنس او من مشاكل الجرائم الجنسيه الى اخره. ايوه في عنف، ايوه في جنس، والتيمة ديت مش حاجة جديدة، والتيمة دي من زمان. وعلى فكرة في مغنيين راب كتير جم مصر وغنوا وكانوا بيغنوا الأغاني ديت، اللي لو حد مثلا ترجمها بالعربي يا لهو يا خراب، انتي ازاي رقابة تسمح بالكلام ده؟ ده نوع من الفن، وعلى فكرة النوع من الفن ده بيسمعوه الأقل من 18 سنة وبيوصل لهم، سواء كده سواء كده بيسمعوا. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان حتى المجتمع الامريكي نفسه عنده مشكله مع الليركس ديت او مع الكلمات ديت، عشان كده في ليبل لطيف بيتحط على الالبومات ديت اللي هي الادفايزري او البارنتال ادفايزري اكسبليسيت ليركس. او طب بصوا انا هحاول اترجمها لكم، كلمات اباحيه، رقابه اهليه، واتيفر. يلا ما انا بقول لكم لا تهري وعجن بقى، يلا يلا، عشان يبقى في ليبل يطلع زي كده على كل البومات الموسيقى من مش عارفه كان من نص الثمانينات ولا من بدايه التسعينات. كانت في معركه حاميه في الكونغرس الامريكي والمحكمه العليا حول ان يا ترى ده اعتداء على حريه التعبير والراي أم لا. معلومة بسيطة، إن السيدة اللي قادت الحملة لوضع رقابة على الكلمات أو وضع حتى الليبل دي لم تكن سيدة جمهورية أو سيدة من مؤيدي الحزب الجمهوري، بل كانت السيدة تيبر جور، الزوجة السابقة لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق الشهير آل جور، وكان وقتها كان هو عضو في الكونغرس، وهي كانت اوريدي كانت عملت جمعيه لحمايه الاطفال من كلمات الاغاني الاباحيه، بعد ما اكتشفت ان بنتها اللي عندها 11 سنه بتردد اغاني اباحيه للمطرب الراحل الله يرحمه برينس. المهم نرجع لترافيس سكوت، هي دي كلمات اغاني. انا بس كنت بحب النقطه دي اللي انا اقولها، ان كلمات اغاني هي تدور حول الثالوث المقدس لأي رابر أمريكي، الجنس، العنف، المخدرات. على فكرة يعني كان في وثائقي جميل جدا، مسلسل وثائقي اسمه الهيب هوب إيفولوشن، هو عن الراب والهيب هوب، بيشرح من ناحية الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية من كله
ليه الفن ده بقى بالطريقة دي، أو ليه الثالوث المقدس ده موجود فيه. وزي أي فن في الدنيا زي ما قلت هو ابن بيته، زي بالظبط المهرجانات على فكرة. هي ممكن تعتبر المهرجانات اللي هو التراب، نوع من الراب والهيب هوب بس بتاع مصر. مغنيين المهرجانات تقريبا بيتبصلهم نفس النظرة الفوقية لمغنيين الهيب هوب والراب يعني في أمريكا، بنفس الطريقة ونفس الفئات المهمشة، الفئات النيفويش، كله تقريبا كتالوج كده هو تمشي في كل بلد. ما علينا، ونرجع تاني لترافيس سكوت. ترافيس سكوت زي ما احنا قلنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كانت الدنيا ناجحه معاه وحلوه وجميله وزي الفل لغايه نوفمبر 2021. ترافيس سكوت انشا او كان الفاوندر لمهرجان موسيقي في موطنه في هيوستن في تكساس اسمه استرو وورلد. كان في يوم 5 نوفمبر 2021، كان تقريبا اليوم اللي يعني هو تقريبا اظن ترافيس سكوت بيعتبره من اسوأ الايام في حياته ان لم يكن اسوأها، لانه هو هيفضل يطارده. وعلى فكرة هو يعني وصل له، وصل مصر وهيفضل يطارده اظن لغاية اخر حياته. 5 نوفمبر 2021 كانت اول حفلة يعملها في الاسترو وورلد في السنة ديت. استرو وورلد اوريدي هو كان عمله اطلقه في 2018 وكان ناجح جدا. دي كانت الحفلة الأولى من نوعها في ولاية تكساس في مكان مفتوح بعد الكورونا أو بعد سنة الإغلاق في الكورونا. طبعا إحنا بنتكلم على تكساس أساسا تلات أغلب الناس فيها ما كانوش عايزين يلتزموا بقواعد اللوك داون ولا يلبسوا ماسكات ولا كده هوت، وما صدقوا إن يبدو إن في حفلة وترافيس سكوت، فكل الناس والشباب كلهم جري على الحفلة. بالمختصر المفيد عشان اصل هي دي الحادثه دي لوحدها محتاجه يعني مش حلقه حلقات، واظن يعني اكيد نتفليكس او اتش بي او هيشتغلوا على حاجه عليها، خاصه ان تداعياتها لم تنتهي بعد. طب ايه اللي حصل في الحفله دي؟ حصل تزاحم وتدافع مميت بين الجمهور ادى لوفاه 10 اشخاص من سن 9 سنين ل 27 سنه. كانوا في 8 ماتوا في الحفلة اللي أقيمت في حديقة الـ NRG Park في هيوستن. 8 أشخاص ماتوا جوا الحفلة نفسها، 2 منهم طفل عنده 9 سنين ماتوا في المستشفى. الطفل كان عنده 9 سنين يا حبيبي، كان في غيبوبة. تمت في أكتر من 300 شخص تم أصيبوا، منهم 25 دخلوا المستشفى منهم الشخصين اللي ماتوا. كان سبب الموت الرسمي للعشرة كان الاختناق بسبب التزاحم. طبعا ما اقولكوش كان وقتها ايه اللي حصل في امريكا. وقتها امريكا وقفت على رجل وقتها من الحفلة، ان هي ما ظنش كان في حادث تصادم زي كده عندهم من سنين. كمان كان وقت الكورونا وكده، حاجه كانت نكد بالفعل. من الاخر كان في طبقا للتحقيقات كان في مشاكل تنظيميه كبيره ابتدت تظهر قبل الحفله بيوم وكمان اثناء الحفله. وكان في اتهامات لسكوت ان هو كمل الحفله على الرغم ان كان في ناس قاعدين يصرخوا اثناء الحفله نفسها. سكوت كان هو اللي افتتح المهرجان بالحفله بتاعته اول يوم، يوم 5 نوفمبر. ترافيس سكوت اوريدي كان عنده سجل من مشاكل في الحفلات بتاعته، انه هو يعني بيندمج في الحفله هو وجمهوره اللي بيبقى تقريبا سكران ومبرش بكل حاجه، ويروح هو طالع واخد الميكروفون ويقول لهم تعالوا نطوا على الستيج فهم كلهم ينطوا ويبهدلوا الدنيا. وكذا مره حصلت له مشاكل قانونيه بسبب الموضوع ده. طبعا في قضايا للركب، يعني بجوجل سريع كده هوت، يعني انا عملته بسرعة، ان تقريبا في لا يقل عن خدوا بالكم الرقم ده، في يوليا 2023 في اكتر من 4900 قضية ضد ترافيس سكوت اللايف نيشن اللي هي نظمت الحفلة واجهزة كتيرة في المهرجان.
القضايا بتتهم سكوت والتانيين الناس التانية في القضية بأنهم كانوا مهملين في التنظيم وبتاع المهرجان. سكوت كان في اتهامات ليه بأنه هو شجع الجمهور أنه ينط على الستيج، أنه هو ما وقفش الشو بتاعه أو العرض بتاعه لما لقى أن في صريخ جاي من تحت. لايف نيشن اللي هي تبعه كمان ما كانش فيها تنظيم كويس في المهرجان من ناحية السيكوريتي والميديكال سبورت أو اللي هي التنظيم الطبي أو الإسعافات الأولية جوه المهرجان نفسه. حتى هذه اللحظة القضايا شغالة، كان في قضية already في 29 يونيو 2013 بجوري أو بمحلفين، وتقريبا القضية ديت هو نيجي منها لأن المحلفين شافوه غير مذنب فيها. سكوت دفع كتير جدا ماديا ومعنويا بسبب الحفلة واللي حصل فيها. أوريدي هو كان وجه إعلامي وإعلاني لبراندز زي نايكي، ماكدونالدز، كل البراندز دي سابته، لغت العقد بتاعها معاه، وتم منعه من عدة مهرجانات في الولايات المتحدة الأمريكية. كان الحادثة غاية دلوقتي نزال الناس فاكرينها. ترافيس سكوت عرض ان هو يدفع تكاليف الجنازات بتاعت الضحايا، العشر ضحايا، بس طبعا العائلات كلها رفضت لان هي كانت ماتش. يعني هو كمان عمل فند او صندوق $5 مليون علشان يساعد العائلات والضحايا، بس حتى هذه اللحظة مش مفهوم ازاي هيتم توزيع الفلوس ديت او قد ايه فلوس راحت للاهالي. كله مستني القضايا اللي شغالة. احنا بنتكلم على 4900 قضية تعويضات بقى لي كل الزمن. عشان كده هو سكوت بيحاول بأي طريقة انه هو يعوض بالفلوس. يعني طبعا هو اعتذر عن اللي حصل، بس كان اعتذار يعني تقريبا زود يعني يقولك ايه، زود النار يعني، ما شعللها اكتر، ان هو كان طالع شكله مش مهتم او ببرود او كده هوت. فيعني هو ده اللي حصل في الأسترو وورلد حتى هذه اللحظة من ناحية إخبارية سريعة بدون أي تحريش. بس لما قلت لكم إن اليوم ده هيبقى من أسوأ الأيام لأنه هيفضل يطارد سكوت ترافيس ليه، مش مجرد قضايا، لعنة اليوم ده أصابت ترافيس سكوت بطريقة هو لا يتخيلها، في انه هو اصبح لسخرية القدر ضحية من ضحايا الميس انفورميشن او الفيك انفورميشن على السوشيال ميديا. ايوة، المعلومات الكاذبة ونظريات المؤامرة. الحادثة كانت لسه طازة لما طلعت نظريات مؤامرة على السوشيال ميديا، خاصة من تيك توك ويوتيوب، ان اللي حدث في أسترو وورلد فاستيفال كان اصلا جزء من ريتشولز او طقوس شيطانية لعبدة الشيطان، وان سكوت بيعبد الشيطان، وكان في تم استخدام بقى ايه، أصحاب نظريات المؤامرة اتهموا ترافيس سكوت بأنه بيعبد الشيطان بسبب أنه هو كان الديكور بتاع الحفلة دي فيها صليب مقلوب. وعلى فكرة الإيميجري ديت أو الديكورات ديت كانت أوريدي بتستخدم في حفلات الهيب هوب والراب كتير قوي، ودايما كالعادة هتلاقوا أصحاب نظريات المؤامرة بيتهموهم المغنيين الراب والهيب هوب ان هم بيعبدوا الشيطان، وان دي حاجات تبع الماسونية وكده. هو ده مش حاجة جديدة، دي حاجة قديمة. المهم اصحاب نظريات المؤامرة قالوا ان الاستامبيد او التزاحم ده كان قربان للشيطان او لابليس، لان هم شايفين، ودي بقى ما تضحكوش يعني، ان يوم 5 نوفمبر هو عيد ميلاد إبليس أو الشيطان.
يعني انا مش عارفه هو عرفه ازاي ان ده عيد ميلاد الشيطان، يعني هل هم، الله اعلم والله العظيم. فكره في نظريات تانية غير نظريه القربان، هم كمان ادعوا ان كلمات واداء سقاط معموله علشان يسحر الناس ويخليهم يركبهم الشياطين والعفاريت، عشان مزيكة ترافيس دارك وفايلنت وسكشوال اكسبليسيت ايمجري فيها وكده هوت. وبعد كده هوت قالوا ان سكوت اصلا ممبر او عضو في جماعة سرية بتعبد الشيطان، علشان هو كان اتصور مع ناس بيقولوا ان هما ليهم في السحر والشعوذة والكلام ده. الكلام دوت ممكن يخلي اي حد يضحك، بس لا هو ما بيضحكش. لمرحلة ان كان في فيديو في تيك توك، ترافيس سكوت تدخل ان هو يتشال، وبالفعل اتشال، بس اوريدي يعني ولا الهوى. شلت فيديو، في 100 فيديو تانيين، 100 فيديو يعني، بتكلم على الافات من الفيديوهات من كل لغات العالم. سكوت طلع مع بودكاستر في امريكا وقال انا مؤمن بالله وان هو رجل مسيحي، وان يا جماعه كفايه بقى وكلمتين دولت. الى حد ما يعني في ناس بيقولوا ان هو استطاع ان هو يتغلب على المصيبه ديت بتاعت استرو وورلد، بس بصراحه انا شايفه حتى تاثيرها وصل لمصر، وان هي هتفضل تطارده بالفعل لغايه ما يموت يعني، بصراحة يعني بعد عمر طويل، بس هي هتقعد تطارده. دي الحكاية بتاعت أسترولد. اوكي طيب، هو اعلن ان يوم 28 يوليو هيعمل حفلة في الهرم عشان يطلق ألبومه الجديد، ألبومه الخامس يوتوبيا عند الهرم. الجدير بالذكر ان اول ألبوم او الميكس تايب ترافيس سكوت اللي هو نزله بنفسه في 2013 اللي هو كان ناجح جامد، اللي هو اول فيرو او بومة فرعون. طبعا بقى اول ما تسمعوا بومة فرعون وواحد اسود افريقي امريكي، الكيميتيين هيهجموا ويقولوا الحق افرو سنتريك. يعني ترافيس اخد خلاص كله بقى، اخد نبضة الشيطان لافرو سنتريك لعفريت ازرق. فاست فورورد لصيف 2023 في مصر، في اواخر يونيو او اول يوليو تم الاعلان ان ترافيس سكوت هيغني في مصر في الويب فيشال ويب سايت بتاعه، وكمان تيكتس مورشي نزله في مصر التذاكر. وبسم الله ما شاء الله عرفنا ان البريميوم بتتباع ب 4000 والفي اي بي جولدن سيركل بتتباع ب 6500 جنيه، و they were all sold out، اتباعوا كلهم. الخبر كان سعيد جدا لمحبي الراب والهيب هوب والفنان ترافيس سكوت في مصر بوجه عام. وطبعا عرفنا ان تذاكر ترافيس سكوت بتتباع دلوقتي في السوق السوداء بسعر فوق 7000 جنيه و8000 جنيه في جروبات الجامعات ذات الاحرف الثلاثة الخاصة بالانجليزية طبعا. وبعدين طبعا ظهرت الميمز بتاعت نزلة السمان، وان الشباب اللي مش معاه سعر التذكرة هيحضر الحفلة من سطوح البيوت هناك. وزي ما الميمز انتشرت، انتشرت معها بوستات على السوشيال ميديا من جروبات المواطنين الشرفاء من اجل الوطن والقوميين المصريين الكيميتيين الى محبي نظريات المؤامرة، ان يا جماعة الحقوا مصر، ترافيس جاي وهيفتح بوابة جهنم عليها. فجأة مرة واحدة لقينا الصفحات دي بتروج ان نظرية المؤامرة، ان ترافيس الماسوني اللي بيعبد الشيطان جاي يفتح بوابة الجحيم عند سفح الهرم تحت ستار الحفلة اللي هيقدم فيها قرابين زي اللي حصل في حفلته في 2021 في هيوستن الأسترو وورلد. الحملة دي انتشرت خاصة في الجروبات العائلية المصرية على الواتس أب، وأكيد خالتك ووالدة حضرتك جات لهم البوست بتاعت المغني ده. وطبعا بوستات يا لهوي والحقونا يا ناس ويا حكومة وناس يعملوا
تاجز لصفحة وأكاونت الرئيس عبد الفتاح السيسي لصفحة وزارة الداخلية، دقيقتين وفجأة لقينا محامين شرفاء من أجل الوطن ابتدوا يرفعوا قضايا، وطبعا وكالات الأنباء ابتدت تاخد الأخبار دي. ومين فجأة طلع؟ أيوة، he's not a bird, he's not a plane, he's a superman، مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. إس فجأة كده عمل دخول مفاجئ، وكعادته التي لن يشتريها، فجأة لقينا يوم التلات اللي فات منزل بيان وأنه تم سحب ترخيص حفلة ترافيس سكوت. وكالعادة مصر رجعت أن هي توب ترند السوشيال ميديا، وكالعادة في اللي هي يقولك النيجاتيف واي، الناحية السيئة والسلبية. في بيان أصدرته نقابة الموسيقيين أن هي بعد قراءة البوستات اللي جات لها والشكاوي، قامت بعمل بحث على الانترنت، وقد تم العثور على ما يثبت ان ذلك الشخص الفنان الامريكي بيقوم بطقوس لا تتناسب مع قيم واخلاق الشعب المصري، ولهذا السبب تم سحب الترخيص. مش بس كده، مصطفى كامل صاحب رائعة إيش طيابة وتسلم الايادي المنحوتة من اغنية تم البدر بدري، قال انه هو الصراحة ما عملش بحث لما الفنان الامريكي طلب الترخيص، هو ادهوله كده وخلاص. يعني انا مش عارفة ايه التهريج ده يا جماعة، بجد ده تهريج وقلة ادب وحاجة في قمة الاساءة لمنصب كان في اليوم من الايام تتقلده سيدة الغناء العربي كوكب الشرق ام كلثوم بثقافتها الواسعة. الصراحة يعني تخيلوا من ام كلثوم لمصطفى كامل، يعني حاجة هي هو كمان بيقول لك الانحدار اللي احنا وصلنا له. يعني انت اديت ترخيص لشخص اجنبي بدون الرجوع لمين هو، طب بيعمل ايه، طب بيغني ايه، طب بكلمات اغانيه، طب الحفلة بتاعته، لا 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 لا. المهم بقى، يعني في النهاية انا شايفة فيه كم حاجة كده تتقال على الموضوع ده، آخرة الهاري واللات واللات. كفاية بجد إساءة لينا. ويعني الجميل إن سيادة النقيب بعد ما طلع على المسرح مصمم بتصريحات أكثر استفزازا، وطالع يقول لنا أنا بكرة هضرب سلام لو الأمن وافق على الحفلة دي، وهو الفكرة إن الأمن موافق على الحفلة دي بالفعل. وتيكتس مرشي قالك أنا مش يعني الحفلة قائمة، وطبعا مش هيقدروا يرجعوا حفلة بالملايين دفع فيها. ويبدو ان اصلا مصطفى كامل ليس له اي شأن قانوني في موافقة اقامة حفلة لفنان اجنبي او لا، لان طبقا لما قاله مدير اعمال ترافيس سكوت في اول تصريح لي بعد يوم الثلاث او بعد الاخبار اللي جات من مصر ان تم سحب الترخيص، انه اوريدي الكلام دوت كلام مصطفى كامل بيمشي فقط على الفنانين المصريين وليس على الفنانين الأجانب. يعني طب انت جاي تطلع تعمل النمرة دي ليه؟ مش عارف. كملت بقى، وده اللي خلاني ان انا اعمل البودكاست ده، ان يوم الخميس ترافيس سكوت ذات نفسه نزل بيان للإعلام والدولة المصرية والشعب المصري يطالب فيه بالسماح لمعداته ان هي تدخل يوم 20 يوم الخميس عشان يتم الإعداد للمسرح والعرض. ترافيس منزل بيان بيقول فيه، يعني الصراحة بالإنجليزية، انه ابن أسرة متدينة مسيحية من هيوستن تواظب على حضور القداسات المختلفة، وكمان انه يحترم الله عز وجل، وانه كمان ذكر انه عمل حفلة في السعودية. يعني السعودية المحافظة أكتر من مصر، وممكن تسألوا عليا يا جماعة سمو الأمير فلان ابن فلان السعود. هو بالفعل هو ترافيس عمل حفلة على هامش الفورمولا 1 اللي كان موجود في السعودية. ناقص يكتب لنا أنا بحب حيوكو وجاي أغنيلكو، طبعا نفى فيه كل الاتهامات الموجهة ليه في السوشيال ميديا من إنه هو هيفتح بوابة الجحيم ومش عارف ايه. وصراحة كان ناقص ينهي البيان بتحيا مصر ثلاث مرات. يعني انا في رأيي المتواضع، انا كل مشكلتي او قلقي مش من ابواب الجحيم اللي هيفتح ترافيس سكوت تحت سفح الهرم، قد ما انا قلقانة على التنظيم، لان احنا بنتكلم على مصر، يعني تنظيم الحفلات
الأجنبية في مصر بيبقى سداح مداح وحاجة مسخرة. بس هو طبعا عدد الناس اللي هيحضروا أكيد أقل من حفلة هيوستن المميتة، لأن التذكرة A بلس كلاس احنا بنتكلم في مصر. بس أنا بقى خايفة من سيناريو تاني، هو سيناريو إن الشباب اللي هتحضر الحفلة هتكون من شباب الساحر الشرير اللي هينزلوا وهيرجعوا تاني بعد الحفلة وهم عاملين دماغ، ربنا يستر، سواء بقى بيلز سواء خمرة سواء ايه. ده اللي انا خايفة منه، شباب على طريق الساحل رايح جاي، طريق اوريدي هو الجحيم ذات نفسه السنة دي، طريق الضبعة لعنة، طريق الضبعة الفوكة، الكلام ده كله متبهدل خالص لغاية الماظة بالليل، مفيش أضواء كفاية. فسبحان الله انتوا كل الناس قاعدين يتكلموا على حاجة، انا بقى بتكلم على حاجة تانية خالص. ثانيا انا يعني صراحة مش عارفة مصطفى كامل هل حد اشتغله، هل هو عصفورة، او ان انا حاسة بصراحة ان بعد اللي حصل في ازمة ايمان البحر درويش هو حب يعمل نمرة لنفسه ان يطلع محافظ على اخلاق الوطن والمجتمع المصري وقيم الأسرة المصرية وكده، بس هي جت على نفوخه ونفوخ أهله. ثالثا وأخيرا عزيزي المستمع، تفتكر الواد المنكوش الألماني نويل روبنسون هيحضر حفلة سكوت ويرقص فيها؟ نويل روبنسون جاب الفاميليا بحالها ونزلوا مصر. وهنا ستسكت شهرزاد عن الكلام المباح، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وهنشوف ترافيس الأسبوع الجاي هينجح في فتح بوابة الجحيم تحت سفح الهرم خوفو، أم إن مصطفى كامل أمل الأمة سينقذ مصر والعالم. فانتظرونا وأبقوا معنا، تصبحوا على خير أو تتمسوا بالخير، وتفر، ويا رب تبقوا بأحسن حال يا رب.